بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني سور لا شان ميليسا كاينه الزول في اللون اللي ما شاء الله وصفه طلبتوها بزاف مني، ويعني انا خصيصا خليتها لشهر رمضان لانها من بين الوصفات التقليديه الجزائريه المحضه الرمضانيه اللي هي القطايف. فحنخدموا مع بعض القطايف للسهرات رمضان. عندكم ضياف حابين تروحوا ضيف تدوم في يدكم، واش نقولكم من اروع ما يكون. جبت لكم وصفه هايله نبدا معاكم. حنخدموا قبل العجينه تاع القطايف، يعني ما كوش حتشرو الكنافه من برا، يعني تخدموهم صنع منزلي 100%. نبداو بسم الله. الوغ الكاس اللي عندكم في البيت تكيلو به، يعني خدوا لا ميزور اللي عجبتكم. انا هنا عندي دو ميزور دو فارين، زوج كيسان ولا زوج كيلات تاع الفارينه، ومدا بكم يعني هنا لي ميزور يكونوا فريمون اكزاكت. الوغ في القطايف باش يجونا شابين ويجونا خفاف، لاستيس اللي بزاف ما يعرفوهاش اللي هي الكيله الثالثه ولا الكاس الثالث يكون كاس نشا بلا مايزينا، يعني هما اللي حيعطونا قطايف شابين ويجو بيوضه ويجو خفاف، ما يجوش يعني معجنين. الوغ عندي هنا كيما راكم تشوفوا مغرفه صغيره تاع القهوه تاع الملح، ضروري جدا نديروا لها الملح. الوغ نخلط النشا الفارينه معاهم كمية تاع لو سال ولا الملح. دونك درنا اون بوتيت كويير ا كافي دو سال. عندنا بزاف اخواتنا ولا اخواننا اللي راهم في المهجر، يعني مشي صعوبة في فهم المصطلحات يعني بالعربية، نعاونهم على قد ما نقدر. وهنا نزيد لهم 3 كويير ا سوب دويل، يعني 3 مغارف كبار عامليك تاع الزيت، زيت المائدة بيان سور، ويل دو تابل. ونزيد عليهم زوج كيسان تاع الماء بنفس الكاس اللي كيلت به، ندير لهم الماء يكون دافي، يعني دو فار ولا دو ميزور دو تيد. هاوليك الكاس الثاني لي ميزور كيما قلت لكم ماذا بكم يكونوا مضبوطين. نخلط كلش هكا افيك ان فوي في البدايه، ودركا نروح نجبد لو ميكسور ولا البلندر لو برا باش نميكسيو مليح هاد الخليط، نميكسيوه تخب، يعني لازم تخلصو كومبليتمون من هادوك لي غرومو او ميم طون لا باتانا كي شغل تتعجن. فوالا ضربتهم شوية باتر بأي آلة عندكم، المهم نردو على طاغي تاعنا ليس، هذا هو المقصود. ودركا نجيب ريسيبيا ونصفي لاباغي تاعي باش نتخلص كومبليتمون من هادوك لي غرومو اللي يقدروا يكونوا هكذا. نصفيها، هاي ليك لازم تكون لاباري تاعنا نت وما فيهاش كامل لي كريمو، يعني مالغري كو كيما راكو تشوفوها كي نضربها بالباتور بال لو برا يعني ديجا تولي ليس، ولكن ما تعمروهاش بزاف باش يعني كي تجو تربطوها ما تفيضلكمش لاباري من لابوش جيتابل. دوكا حنجيب مقص نقطعها يعني قطع رقيقه على قد ما نقدر، هكذا قد ما تكون رقيقه قد ما تجيكم شابه بزاف خبزة القطايف. ونجرب هكا، لازم تخرج لي هكا يعني خيط. الوغ هنا كيما راكو تشوفوا عندي مقله تكون مليحه يعني من نوع تيفال، يعني المهم تكون مقله جديده ما تلصقلكمش وتكون يعني ثقيله. هاك نبدا بسم الله، راهي سخونه وناقصه على نار قليله بزاف، وندير هكا يعني نحاول اني ما نعبصش بزاف باش ما تجينيش خشينه، باش تجيني يعني نحاول اني نشكلها على شكل رقيق هكا، ندير بشكل دائري يعني دو فاسون سبيرال هكا، عمروها حتى
يعني تشوفوا بلي خلاص سي بون، ما تقدروش تزيدوا. هلا هي ماشي حتطول، هي يا ربي دقيقة فقط وتكون واجدة. راني دايره طرشون هاك كيما تشوفوا النار، راني منقصه عليها كامل، ما تخلوهاش يعني تكون قويه. هايلك ونحي عملك القطايف تاوعي، شوفوا كيفاش يجو. حنحطهم في طرشونه، هكذا نكون حاطه طرشونه ونغطيهم بيان سور. عملك نحطهم هكا، شوفوا كيفاش يجونا. نزيد نغطيهم ونعاود نولي في كل مره نمسح. شابين، ولكن نأكد ونعاود انكم لازم تخلوهم هكا مغطيين. دركا انا وريتكم كيفاش نخدمو القطايف عجينة الكنافة. ما بقى لي غير نزيد نخدم معاكم الوصفة التتمة تحالي، هي القطايف بأحلى وصفة تقليدية ما تتشبعش. نشوفوها مع بعض ان شاء الله. الوغ البنات كيما راكم تشوفو هنايا، هامليك القطايف تاعنا عملك الحين تشوفوه معايا، مازالهم كيما قلت لكم في الطرشونه، شفناهم كيف كيف. عملك نخليهم قدامي باش نخدم بهم. الحين نخدمو القطايف على اصولها. الوغ عندي هنا فوق راني شعلتو، عندي هنايا كميه تاع السمن والزبده، واللي عندكم عندكم السمن عندكم زبده كيما حبيتو. تقدروا ميم ديروا دي بور نوازيت، يعني تخدموا لو بور تخلوه يغلي يعني يطقطق كيما نقولوا تسمعوا هذاك الطقطقه تاع لو بور، حيعطيكم ان غو مانيفيك. انا هنا درت السمن ودرت معاه دي بور نوازيت، يعني خليته يغلي حتى نترتق مليح ابتي فو، عاود خليته برد يعطيني ان تري بون غو. هنا عندي شويه تاع كاوكاو مرحي حمصته، اتونسيون لازم تحمصوه، راهو بالقشور تاعو حمصته، عطاني هذيك الرائحه واش نقول لكم الزكيه. من بعد رحيتو، هاكا تحبوا ديروا لوز، تحبوا ديروا واش حبيتو. الحين نديروا له القرفه، وعندي هنا كميه تاع السكر وعندي المزهر. الوغ نحكم هنا الكاوكاو مرحي. هنا عندي زوج كيلات، انا كيلت بالفنجان اتاي، الفنجان يعني انفير اتاي كيلت به الكاوكاو، داروا لي زوج كيلات هكذا. زوج كيلات ندير لهم كيله تاع السكر، يعني حنحط لهم فنجان اتاي تاع السكر، يعني دو ميزور دو كاكاوات مولو افيك اون ميزور دو سكر سكر سومو العادي. الكيله اللي تكيلو بها الكاوكاو واللوز هي اللي تكيلو بها السكر. نحط لهم شويه تاع القرفه، يزيد لهم بنه هايله وما نكثرش، ونبلهم بشويه تاع المزهر، لكن المزهر ما نحطوش بزاف، نروحو غير بشويه باش ما توليش عندكم عجينه، يعني لازم يجينا شويه مزربع باش القطايف تاعنا يجونا بنان بزاف. فوالا نخلط هكا، نزيد لهم غير شويه با بلوس، لازم يقعد حب حب. فوالا نحرك مليح هايليك لافارس تاع القطايف تاعنا، نخليها دو كوتي. عندي السمن نخليه بجهة. الوغ واش راح ندير هنا؟ السمن راح نحطو هذه السنيوة تاعي. بون جو ديباغاسي لي زيليمون لي مسحقهمش. الوغ كيما قلت لكم السمن نحطو هكدا من تحت، ولا الزبدة ولا دي بوغ نوازيت كيما قلت لكم، ندهن به كامل لو فو تاع لو مول. الفوق تاعي راني شعلته على اقصى درجه على 200 220 درجه، القطايف يحبوا النار قويه باش يطيبوا مليح، لكن نطلعوهم للفوق يعني ما نخلوهمش لتحت. الوغ نبدا بسم الله، نجيب القطايف تاعي هاك. الوغ ناخد شويه هكذا اسمح نخدم. في البداية نرش عليهم، يعني نبخ عليهم هكا رشة خفيفة بقطع المزهر،
القطايف باش تجيكم بنان لازم تكون فيهم ريحه المزهر، وكان ما يكونش فيهم ريحه المزهر يعني راكو تاكلوا عجينه وخلاص. المزهر لازم يكون في لافارس ولازم يكون في العجينه. نشوفهم هكا بالطول، نسيني نخلي شويه هنا على باز. اللوز نرولي هكا بكل بساطة، هاملك القطايف تاعنا تاع الزمان على الطريقة التقليدية، نحطهم هكا ونكمل نشكل. الوغ هاملك القطايف تاعنا كيما راكو تشوفو، انا سنيبة هاد جاتني شوية كبيرة دونك ما تعمرتليش كامل. الوغ دركا بقالي اني نروح ندهنهم كامل هكا على الوجه تاعهم بالسمن ولا بالزبده كيما قلت لكم اللي عندكم، ولا تقدروا تخلطوا في زوج كيما انا درت. فوالا، ونطيبهم في الفرن على 100 عفوا على 200 درجه حتى 220 درجه. القطايف يحبوا النار قويه، لكن نقولوا نعاود نطلعوهم للفوق. الوغ نطيبهم لو طون اللي نروح نشوف الشربات تاعي. سبع الشربات تاع القطايف عندي 3 كيسان ولا 3 ميزور دو، يعني 3 كيلات تاع الماء هكذا. ندير لهم كيلة ونص تاع السكر، يعني السكر يكون نص الماء. هلا هادو هما القطايف. فوالا نحرك، فوالا نحركو مليح السكر ونزيد عليهم شوية هكا تاع المزهر. القطايف باباهم المزهر، يعني المزهر لازم يكون بارتو، لازم يكون في العجينة، لازم يكون في لافارس وحتى في الشربة تاعها. الوغ دوكا نحط الشربة تغلي، نحطها فوق النار كي تبدا تغلي كونتي كومونس ابويغ لتما نحسب لها ربع ساعة على نار متوسطة ونعاود. الوغ القطايف تاعنا هاملك كيما راكو تشوفو راهم خرجو من الفوق، هذا وين يعني نحيتهم من الفوق. دركا الشربات تاعي راهي يعني دافيه بردت شويه، ونسقيهم مباشره بهذا الشربات ونخليهم يشربوها.